السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو دوت هشرح طريقة حل المعادلات الخطية، تمام؟ اللي هو مثلا زي 3x تمام زائد 4y، دي كده معادلة خطية، سواء وليكن 5، دي كده معادلة خطية، تمام؟ طيب عشان اقدر احلها لازم يبقى معايا معادلة تانية، معادلتين في مجهولين، مثلا 5x. الارقام دي بألفها من دماغي كده، سوي 7. طيب الطرق، في طرق كتيرة تحل بها المعادلات، تمام، بتتلخص في طريقة المصفوفات، تمام. الطريقة اللي أنا هشتغل بيها هي طريقة كارمر، تمام. الراجل دوت عمل طريقة، الطريقة بتاعته حلوة جدا في الحل. في طريقة تانية بتتحل بالإنفرس بتاع المصفوفة، تمام. الطريقة دي رخمة شوية وصعبة، وأنا ذات نفسي يعني بتخنق من موضوع إنفرس المصفوفة. مشكلتك في لما تيجي تكتب الكود، تيجي تعمل implementation للانفرس بتاع المصفوفة، هتلاقي حاجة رخمة وصعبة معاك، فما رضيتش اشرح الطريقة دي، قلت خلينا في كارمر. كارمر تقدر تحل بيه يعني معادلتين في مجهولين، 3 معادلات في 3 مجاهيل، 4 مجاهيل بتاع، تقدر تحل بيه اي حاجة انت عايزها. طريقة سهلة، هشرح الفكرة بتاعتها على الاتنين، وممكن ابقى اطبقها بعدين في فيديو على ال3 معادلات، تمام. بعد كده انت خلاص بقى فهمت اللعبة ماشية ازاي، تقدر تطبقها على اي عدد معادلات انت عايزها. فبنيجي نعمل محددة، تمام. المحددة دي بحط فيها، بنعمل اول حاجة متغير اسمه دي، تمام. المتغير ده هيشيل محددة، هيبقى عبارة عن محددة. المحددة دي بحط فيها المعاملات الكوفيشن، تمام. طيب 3 بالترتيب كده، و4 و5 و6. طيب ادي دي، بعد كده باجي افك المحددة دي. طريقة فك المحددات ما هيش صعبة، تمام، طريقة سهلة جدا. اول حاجة لو عندي محددة زي دي بفكها ازاي؟ بضرب ده في ده، تمام، 3 في 6، تمام، ناقص، تمام، ناقص 4 في 5. الطريقة دي ثابتة، هنستخدمها واحنا بنحل كبيرة. الطريقة دي ثابتة هنستخدمها سواء بقى بنحل 3 معادلات 4 معادلات، كل واحد. طيب بتفك ديت، دي قيمة الدي، بحتفظ بيها، تطلع بقى زي ما تطلع، انا مش ايه ما حسبتهاش. بعد كده بعمل دي تانية، تبقى اسمها دي اكس. طيب هنا بقى بداية الشغل، تبقى دي ثابتة معاك في كل الطرق. بعد كده بقى عايز احسب المتغير اللي اسمه اكس دوت، بحسبه ازاي؟ عشان تحسب المتغير اللي اسمه اكس، تمام، بتشيل العمود بتاعه، يعني مثلا الكوفيشنت بتاعت الاكس اللي هي 3 و5، العمود بتاعها فين؟ اللي هي محطوطة فين؟ يعني في العمود ده، تمام. يبقى انا هشيل العمود دوت، هاخد العمود ده كده، تمام، واشيله، هيبقى فاضي. طب ينفع نحلها وهو فاضي؟ ما ينفعش، اكيد هنملاه. بملاه بايه؟ بملاه بعمود تاني عبارة عن الثوابت اللي بره، او النواتج بتاعت المعادلات، تمام. الثوابت ديت باخدها احطها في العمود. الطريقه ديت ثابته في جميع المعادلات، ثابته في جميع ثابته في اي عدد معادلات انت عندك. الفكره بس كلها ان انت عندك مجهولين يبقى لازم معادلتين، عندك 3 مجاهيل يبقى لازم 3 معادلات، لازم عدد المعادلات قد عدد المجاهيل، تمام. يبقى اجي انا اكتب 5 و7. طب وبقيه المصفوفه زي ما هي بتنزل، ادي 4 وادي 6، موضوع سهل وبسيط. هتيجي برضو تفكها بنفس الطريقة، 5 في 6
ناقص الأربعة في سبعة. تمام، وتشوف هتطلع بكام. بعد كده بتيجي تعمل دي واي، نفس برضو الفكرة بتاعت الدي اكس. هاجي هنا هشيل ايه؟ هشيل الصف دوت، تمام، واحط مكانه المعاملات ديت. طب وده هيفضل زي ما هو بقى، اهو تلاتة والخمسة اهي. بعد كده هحط هنا الخمسة والسبعة مكان العمود بتاع الواي، وافكها بنفس الطريقة. تمام كده انت خلصت، حسبت ايه التلاتة دول. طيب بعد كده بقى هحسب ايه؟ بعد ما بتحسب ده وده وده، هتبتدي تحسب بقى حاجة كمان. هنبتدي بقى نحسب ايه؟ المعاملات ديت. تمام، ممكن نحسبها على الآلة الحاسبة، شوف هتطلع بكام. سالب اتنين، وعندك هنا خمسة في ستة، وهنا يطلع باتنين، هنا كده تلاتة في سبعة ناقص خمسة في خمسة سالب أربعة. تمام كده يعتبر انت خلصت. فاضل لك بقى عايز تحسب الايه؟ الاكس. عايز احسب الاكس مثلا اول متغير. الاكس دوت هتحسبه ازاي؟ يبقى عبارة عن الدي اكس اللي انت جبته اللي هو ده، تمام، على الدي اللي هو ده، بالمثل الواي، وبالمثل الزد لو في عندك متغير تالت. طريقة ليها ثابتة، دي طريقة كارما، طريقة سهلة وبسيطة، أحسن من طريقة الإنفرس. طريقة الإنفرس رخمة ومعقدة ويعني بصراحة أنا قلت بلاش، لأنها هتقرفنا وإحنا بنحاول نعملها بالمصفوفات، لأن الكلام ده كله هنعمله شغل مصفوفات على الكمبيوتر. تمام، هنقسم بس الأرقام ديت. هنا هتديك سالب واحد، وهنا هتديك اتنين. تمام كده انت جبت الاكس، وكده انت جبت الواي. مش مقتنع ممكن تاخدهم تعوض بيهم هنا، تقول مثلا سالب تلاتة زائد تمانية هيديك خمسة. تمام، نفس الكلام في المعادلة دي. طيب توفيرا للوقت، تمام، وعشان طبعا عارف الحاجات دي يعني بتبقى رخمة، فانا عامل الجرافيكال يوزر انترفيس جاهزة اهي، مجهزة هنا تكست بوكس، تمام، هناخد منه القيم، وهنا تكست بوكس هناخد منه القيم، ونفس الكلام هنا بالمثل لكله يعني. تمام، النتيجة بقى تطلعها، ممكن تطلعها في ليبل، تمام، وممكن تطلعها في تكست بوكس. انا افضل ايه؟ افضل تكست بوكس. ليه؟ لو طلعتها ليبل، الليبل دوت عشان بس تبقى فاهم فكرة الليبل ايه، الليبل هنا انا لا اقدر اعمل له سيلكت، ولا اقدر انسخه مثلا واروح اعمل له بيست في حتة تانية بحاجه مكتوبه كده، انا ما بقدرش اعمل لها اي حاجه، فانا ما بحبوش بصراحه. حبوش الا مثلا لو انا يعني هستخدمه على حاجه زي الاكس كده مثلا، انا عاملها ليه؟ تمام، لان انا مش عايزك تعمل لها سيلكت، تعمل سيلكت بقى تعمل بيها ايه، لكن الناتج اللي طالع دوت لا، انا عايزك تعمله سيلكت كوبي، تعمل له كوبي، تمام، وتروح تعمله بيست في حته تانيه عادي. فعشان كده انا اخترت هنا ان نواتج تطلع في تكست بوكس، ما اكتفيتش بكده. ليه؟ لان التكست بوكس زي ما احنا شايفين بيطلع عامل ازاي. قلت لا، انا عايز الارقام تطلع لونها اسود، تمام، وبجانب ان هي لونها اسود الخلفيه وراها يعني اللي يشوفها يقول ان هي كتابه مش محطوطه جوه تكست بوكس. الكلام ده بنعمله ازاي؟ بنيجي على التكست بوكس نخليه لون اسود، تمام، خلاص الكتابه فيه لونها اسود، نظبط الفونت والكلام دوت. الحاجات دي طبعا انتوا ايه مع نفسكم فيها. باجي على الباك كولر اللي هو اللون بتاع التكست بوكس، بختاره نفس اللون بتاع الكونتينر. ايه الكونتينر اللي محطوط فيه التكست بوكس هنا؟ على المثال دوت الكونتينر بتاعنا هو الفرن،
ممكن انت تيجي تعمل بعد كده في بروجكت تاني يوزر كنترول وتكون هي الكونتينر، فخلاص هتعملوا ايه؟ نفس اللون، نفس اللون بتاع الفورم، لون الفورم هو كنترول، لون اسمه كنترول، تمام؟ طيب خلاص خلصت ديت كده، انتهيت؟ لا ما انتهيتش لسه. البوردر، البوردر بخليه نون بحيث ان هو ما يظهرليش حز كده ايه على الكلام من فوق، فشكله عايزه ما فيش مشكله، بس انت عايز تبين ان دوت كلام مش معمول بتكست بوكس، تمام؟ لان اي حد طبعا بيجي يبص على البرنامج بتاعك لو هو فاهم شويه يقول لك لا ده عامل تكست بوكس وبتاع وحط الكلام كده، فلو انت عايز تخفي الموضوع تماما بتيجي على البوردر تخليه نون، الباك كلر كنترول، شكرا انت كده خلصت. ما عدا حاجه تانية برضو نسيت اقولها، ايه هي؟ ندور عليها. ريد اونلي، ريد اونلي ديت بتعملها ترو. ليه؟ يعني ايه ريد اونلي؟ يعني اليوزر ما يقدرش يكتب جوه التكست بوكس، فانا عاملها ترو، تمام؟ يعني دي بتخلي الكلام يظهر قرايه، تمام؟ انت كيوزر ما تقدرش تكتب جواه، تمام؟ كده يبقى احنا ظبطنا الموضوع ده، التكست بوكس بحيث ان هو يظهر لي كانه ليبل، بس انا اقدر اعمل كوبي للتكست الموجود فيه، دي الحاجه الوحيده اللي انا كنت عايزها، تمام؟ التكست الله انا عامله سنتر، ممكن تعمله ليفت براحتك يعني، دي حاجه اوبشنال يعني. طيب في حاجه تانية هنا كنت عايز اقولها تقريبا، مفيش، تمام. ده بالنسبه لايه؟ للتكست بوكس دوت ودوت. بالنسبه للزرار فانا عامله بنفس الفكره برضو، مختار الفونت ومظبطه، وعامل البوردر، فين البوردر؟ هنا. الباك كلر عامله كنترول بحيث ان هو الخلفيه تتشال، وبرده بتشيل البوردر. فين البوردر؟ اهو الفلات ابيرنس دوت، بتقول له بقى على البوردر، بتخليه السايز بتاع زيرو، بيتشال خالص، تمام. هنا بتقول له لو عايز الماوس لما يجي يقف على، لما يجي الماوس هنا لما يجي الماوس اسف يقف على الزرار يبقى تحول لون الزرار لايه، وهنا لما الماوس يدوس على الزرار، طول ما الماوس دايس الزرار هيبقى لونه اللون دوت، تمام. نصيحه يعني، النصيحه هي ان انت تخلي مثلا اللون اللي هو بيقف عليه الماوس يبقى لون لايت، يعني لون فاتح، تمام، ولما تدوس يبقى لون غامق او العكس، ده او ده اللي يريحك، تمام. اختار اي لون انت عايزه، بحيث ان انت درجه لما الزرار يقف تبقى درجه فاتحه مثلا، والعكس لما الزرار يدوس تبقى درجه غامقه، بحيث اليوزر ياخد ايحاء بان هو داس على الزرار فعلا. ده هتلاقي الموضوع ده في اغلبيه البرامج اللي انت بتستخدمها على فكره. بالنسبه للزرار، الفلات بتاعه يكون ستايل او ستاندرد او سيستم، انا بفضله فلات، تمام. لما بحب اخفي البوردر بخليه فلات، تحس ان هو ما يبانش خالص، بص مش باين، تحس ان هو كلام، تمام. لو انت عايز تبقى تخليه بقى شكل زرار وبتاع، ممكن تقعد تلعب في الاعدادات دي، حاجه ترجع لك يعني. ايه تاني كنت عايز اقوله هنا؟ تقريبا بس كده. بما ان انت الفورم ديت هتكبر وتصغر بناء على التكست اللي هيتكتب هنا، تمام، فانت محتاج تخلي الزرار دوت يبقى الانكور بتاعه هنا، اللي هو البوتوم ليفت، بوتوم رايت قصدي، تمام، بحيث ان هو يبقى تحت وناحيه اليمين اللي هو النقطه دي، تمام، بحيث ان انت تكبر وتصغر الزرار دوت معاك. الكلام دوت انا مش هكبره واصغره، انت براحتك يعني، لو عايز تخلي دول يكبروا ويصغروا مفيش مشكله، بس انا شايف ان هم ما لهمش اي 30 لازمه ان انت بتكتب فيهم، حاجه بس اللي تهمك ان انت تعمل حسابها في ان هي تكبر وتصغر اللي هو الناتج، تمام. ده بالنسبه للديزاين، ديزاين تافه وبسيط ما رضيتش اضيع وقت الفيديو فيه، تمام. كنترول زد، طيب نبتدي نبص بقى ايه على الكود.
نشرح الكود ازاي؟ عملتش حساب في حتة شرحنا الكود. طيب هنبتدي نفصصه حتة واحدة واحدة واحدة. عايزين نعمل ملف جديد دونت سيف. تمام. أول حاجة في الكود عندنا إيه؟ أول حاجة إن إحنا هنعرف array نخزن فيها المتغيرات، تمام، اللي هناخدها من خلال التكست بوكس دول. يبقى أول حاجة معاك هتعرف إيه؟ هتعرف array. تمام. الأري ديت هتكون بتاخد ستة عناصر. تمام. طب لو هعمل مثلا ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل، الأري هتاخد كام برأيك؟ تعال نشوف. لو هتعمل ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل يبقى عندك كام عنصر؟ يبقى الصف الواحد فيه أربع عناصر، أربعة في ثلاثة باتناشر. تمام، يبقى عندك اتناشر. طيب ايه تاني؟ هي دي الفكرة، يعني انت بتشوف عدد المعادلات، وبالتالي عدد المعادلات بيبقى على حسب عدد المجاهيل. يعني مثلا معاك معادلتين وثلاث مجاهيل مش تقدر تحلهم. تمام. طيب انا شفت عدد المعادلات وعدد المجاهيل، وعلى اساس كده عملت الاري بتاعتها هتاخد ست عناصر. شكرا، ادي اول خطوة. تمام، خلينا نفتح دي على طول. طيب دي اول خطوة معايا، عرفت array وقلت احطها مثلا ايه لما تيجي الفورم تعمل initialization، تعمل initialize ليه؟ للarray. ممكن برضو تلغي الخطوة ديت ملهاش لازمة وتحطها هنا مثلا، تعمل لها initialization هنا، مش فارقة يعني. تمام، بس انا عادة عندي يعني ان انا معود نفسي ما بيبقى عندي variables او حاجة بحب اعمل لها initialization بعمله في المكان المناسب. ايه المكان المناسب؟ الفورم لوب، الفورم الكونستراكتور بتاع الفورم. تمام، بعد الانشالايز كومبون. طيب دي عاده يعني عندي، مش شرط انت تعملها. بعد كده الزرار، الزرار هيعمل ايه بقى؟ دي خطوه بقى مهمه، ودي حاجه تكتسب منها خبره شويه. لما انت بيبقى عندك داتا هتاخدها من اليوزر الف ب كده، تمام، لازم تعمل فاليديت للداتا ديت، لازم تعرف الداتا ديت صح غلط، فيها مشاكل، مش عارف ايه. الداتا فاليديشن دوت حاجه مهمه جدا جدا. كان في ابلكيشن انا عامله، كنت باخد مثلا البيانات من اليوزر واعمل لها فاليديشن بقى ايميل، اتشيك على الايميل دوت اشوف هل هو رايت فورمات ولا رونج فورمات، التاريخ، الارقام، مش عارف ايه الكلام دوت. بعمله لكم كده فيديوهات، بس هيطول جامد ان شاء الله، بعمله قريب في فيديوهات. بس انا ايه قلت اعمل حوار المعادلات دوت عشان ما لقيتش في لغه السي شارب مكتبات كتيرة، أو يعني ما لقيتش ناس شغالة في حوار اللي هو تحل المعادلات وبتاع. لقيت اللغة يعني ما فيش فيها الكلام دوت، ومكتبة الماس اللي هي في السي شارب مكتبة تعبانة الصراحة، مش عاجباني خالص. تمام، قلت أنزل شوية فيديوهات في الجزئيات، وهبقى أنزل برضو في الإيمج بروسينج، أنزل في حاجات كتيرة يعني. طيب هنا هعمل فاليديت. تمام، قبل ما انفذ الكود ده لب الموضوع ده اللي احنا هنعمله، اللي هو تضرب ده في ده وده في ده وتجيب الدي ومش عارف ايه. تمام، بس قبل ما اعمله لازم اعمل فاليديت. طيب تعال نروح نشوف الفاليديت هتتعمل ازاي. ادي الفاليديت، الفاليديت بتبقى من نوع بولين. ليه بولين؟ عشان انا عايز اعرف لو الحاجه ديت فاليد يعني ترو. تمام، نفذ لي الكود دوت، احسب لي ده البرنامج ده اللي انت عايز تعمله اصلا. تمام، طيب هشوف الحاجه ديت فاليد ولا لا، فلازم اخليها ايه؟ بولين. جميل، هعمل ايه؟ اول حاجه يعني الحاجه مش valid، يعني الحاجه مش رقم، صح ولا لا؟ الحاجه مش valid يعني الحاجه مش رقم، فهعمل تشيك اشوفها هل هي رقم ولا مش رقم. هتلاحظ حاجه، هتلاحظ ان انا اخد ريفرنس للاري، مش اخد الاري ذات نفسها، انا اخد ريفرنس ليها. لو انت ما تعرفش يعني ايه كلمه ار اي اف ديت، او انديكيشن عن ايه يعني اصلا، ابحث عنها او استنى ان انا انزل فيديو عنها. تمام، كلمة ريفرنس ديت يعني مش بتطبق غير على الريفرنس تايب. الاري ديت ريفرنس تايب. يعني ايه ريفرنس تايب؟ يعني انا مش بتعامل مع الاري، انا بتعامل مع ريفرنس من الاري. الريفرنس دوت عبارة عن الادرس بتاع الفاريبلز
في حاجه اسمها الهيب، بتخزن في حاجه اسمها هيب، تمام؟ بتخزن في حاجه اسمها هيب، وفي حاجه اسمها ستاك، تمام؟ الستاك دوت اللي هو بيبقى فيه القيم، القيم ذات نفسها، تمام؟ الهيب دوت اللي هو بيبقى فيه الادرس بتاع كل فاريبل. لما بتتعامل مع فاليو تايب زي الانت والحاجات ديت والديسيمال والحاجات دي كلها، تمام؟ دي بتكون فاليو تايب، يعني باخد القيمه على طول، بتعامل مع القيمه على طول. يعني لو جيت عملت اساين لحاجتين، تمام، لو جيت غيرت قيمه واحد منهم الثانيه ما بتتاثرش. لكن في الريفرنس تايب لا، الفاليو بتتاثر. لو انت جيت سويت اتنين ببعض كده، انت مش سويت بس القيم ده، لا، ده انت اديت الريفرنس بتاع الفاريبل الاولاني للفاريبل الثاني، وبالتالي لو جيت غيرت واحد منهم الثاني بتاثر معاك، تمام؟ الاريز ريفرنس تايب مش فاليو تايب، خلي بالك من الملحوظه دي. الاريز ريفرنس تايب. طيب فانا هنا هدي له ريفرنس للاري، جميل. يبقى انا هنا كل ما هعدل بقى ايه، هعدل القيم بتاعت الاري، تمام؟ وبعد ما اعدل القيم بتاعت الاري، او اعمل لوجيك، او اعمل يعني اي عمليات على الاري، تمام، هتطبق على الاري اللي بره. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا هنا اخدت الريفرنس بتاع الاري، هتقول لي هنا انت بتتعامل مع اري تانية مختلفة عن اللي بره. اقول لك لا، الاري ديت اخد الريفرنس اللي بره، تمام؟ فبالتالي لما انا بقى اجي اعدل على الفاليو بتاع دوت، تمام، بتسمع بره. ليه؟ لان هي الاثنين مشتركين على نفس الريفرنس. ما انت هنا اديته ايه؟ الريفرنس بتاع الاري، ما اديتوش الاري ذات نفسها. وصلت الفكرة ديت؟ تمام. تراي بارس ديت دي حاجة اتضافت في سي شارب فيرجن 7، تمام؟ دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان انا كنت الاول باجي اعمل تشيك اشوف الحاجه ديت رقم، لو رقم هعمل بارس، لو مش رقم مش هعمل بارس، تمام؟ اختصروا لك الموضوع دوت في فانكشن جديده في سي شارب 7 هي تراي بارس. تراي بارس ديت بتعمل لك بارس، تمام، لو الحاجه ديت فعلا رقم وينفع تتحول، ينفع تتحول لرقم، تمام، وبترجع لك ترو. لو رجعت لك فولس يبقى الحاجه دي ما ينفعش تتحول لرقم، تمام، ما بتديلكش ايرور، ما فيش اكسبشن هنا، تمام. دي فكرتها، فاستخدمها على طول، هتوفر عليك وقت. طيب هنا بتديك اوت بارامتر. ايه اوت بارامتر دوت؟ اوت بارامتر دوت ان انت معرف فاريبل، تمام، ان انت عامل ديكلاريشن لفاريبل لكن مش معرفه، يعني مش عامل له انيشاليزيشن. يعني ايه بقى ديكلاريشن؟ كده انت عملت ديكلاريشن، تمام. لو جيت استخدمت دوت في اي حته هنا تحت من غير الخطوه دي، من غير دي، جيت استخدمتها كده بس، هديك ايرور، اقول لك انت مش عامل له انيشاليزيشن، تمام؟ فمالوش ريفرنس في الميموري، خلي بالك بقى من الحته دي. لما ما بتعملش انيشاليزيشن مالوش ريفرنس، مش عارف يتعامل معايا، مش عارف الفاليو بتاعته، فهيديك ايرور. طيب عملوا حاجه اسمها اوت بارامتر، تمام. الاوت بارامتر دوت يستحسن برضو تتفرج على شرح ليه مع الريفرنس بارامتر، الفرق ما بين الاثنين، او تستنى لما انا انزل فيديو فيهم. الاوت بارامتر باختصار، تمام، مش زي الريفرنس. الريفرنس انت بتدي الريفرنس بتاع الحاجه وبتتعامل معاها بعد كده، فانت بتعدل على ايه؟ بتعدل الفاليو باستخدام الريفرنس اللي انت اخده، جميل. الاوت بقى لا، بعمل نفس الكلام دوت مع اختلاف بسيط. ايه بقى الاختلاف البسيط؟ ان انا ما بكونش عامل انيشاليزيشن للفاريبل، ما بكونش عامل له انيشاليزيشن، ببقى عامل بس ديكليريشن كده زي كده، ما بكونش عامل له انيشاليزيشن، تمام. طيب افرض بقى ان انا، طب لو انا عامل له مثلا لو انا عامل له ديكلاريشن، فبكتب اوت، بكتب الفاريبل، بروح جاي قيمه طالعه له، تمام. طب لو انا مثلا الفاريبل دوت مش عندي اصلا، يعني لسه ما عملتش الفاريبل دوت، بسيطه، مثلا هروح جاي عامل ايه، كومنت على دي، كنترول اي سي، هقول له مثلا انت عايز تطلع ايه، عايز تطلع ديسيمال، بقول له ديسيمال، تمام، ومثلا كي. هنا هو عمل ايه؟ عمل لي فاريبل جديد اسمه كي، مش موجود اصلا، اقدر استخدمه على فكره، اقدر استخدمه داخل السكوب دوت، تمام، اقدر استخدم الكي دوت، خلاص بقى فيه فاريبل جديد، مع انك انت مش عامل له ديكريشن فوق. دي حاجه برضو اضافت لسي شارب 7، ان انت بدل ما تستخدم الاوت على فاريبل انت عامل له ديكريشن فوق، لا، ده انت هتعمل الديكريشن وتعمل له تعمل له مساواه، تمام، من خلال الاوت، تكتب النوع الفاريبل اللي انت هتعمل له اوت دوت، تمام. دي حاجه اضافت لسي شارب فيرجن 7، ميزه جميله جدا يعني بصراحه، بتوفر برضو على الواحد وقت، تمام.
كنترول اي يو تفك الكومنت. يبقى هنا ايه الفكره حتى الان، ايه الكي دوت نشيله. طيب يبقى انا هنا بعمل تشيك على كل حاجه، وفي نفس الوقت يعني بعمل تشيك اشوف الحاجه ديت هل هي رقم، خلاص الراجل دوت تمام مدخل له ارقام مش بيهزر، تمام. لو رقم هحط القيمه في variable، خلاص انتهيت، وارجع هنا ترو، تمام. ترو خلاص مش هيبص على دي، مش هيبص عليه، هيدخل على اللي بعدها هيطبق نفس الكلام. لو لقى فولس واحده بس هيعمل ريتيرن. طيب هو هنا يعمل لي ريتيرن فولس، يعني كده خلاص كل الباقي ده مش هتبص عليه، خلاص الميثود انتهت. جميل. لو ليه بس خانه واحده من دول، تمام، فيها مشكله خلاص مش هينفع يحل، ما هعمل المصفوفه ازاي، تمام، ايرور. فهيطلع لك ايه فولس، هينهي الميثود ديت ويرجع لك ايه فولس. طيب ما لقيش ليه كلهم ارقام والحياه حلوه، هيوصل لحد الاخر ويرجع لي ايه ترو، ان الحاجات دي كلها فاليد، تمام. ده نوع من الفاليديشن. في حاجه تانية ان انت تعرف متغير فوق من نوع بولين وتستخدمه في الفاليديشن، بس الحاله دي انا بستخدمها، هبشرحها يعني بعدين في اللي هو حوار ازاي تتعرف على الايميل والحاجات ديت بعدين. يعني بعرف متغير فوق من نوع بولين، بس الطريقه دي مش بستخدمها الا في حاله واحده، ان انا هعمل تشيك على ده وده 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 وده، تمام. وفي الاخر هقول لك انت عندك ايرور وعندك الايرور دوت في انهي خانه من دول، تمام. فبساعتها لازم اعرف فاريبل فول، اقول لك الالجوريزم بتاعها اللي انا مالفه من دماغي اللي انا بعمل بيه الكلام دوت. لكن في الحاله دي ان انت بس عايز تعرف بس واحد بس منهم عشان تلغي الميثود ترجع فولس، فبروح جاي اعمل الطريقه ديت اللي انا مش محتاج اعرف فاريبل فوق، يا فولس يا ترو، يا فولس يا ترو، خلاص خلصت، تمام. ده الفاليديت، من اهم الحاجات في اي لغه برمجه هي الداتا فاليديشن، اهم حاجه. طيب عملت فاليديت، جميل. هنا اديته الريفرنس بتاع الاري ديت، تمام، انا هاخد الريفرنس مش هاخد الاري ذات نفسها. جميل، خلاص رجع لي ترو ان كله تمام. ببتدي بقى احسب الايه الدي، بعد كده احسب الدي اكس، بعد كده احسب الدي واي. طيب هنحسب الدي والدي اكس والكلام دوت ازاي؟ الموضوع بسيط، ادي الاري، تمام، فيها 0 1 2 شيء 6 عناصر، تمام، 0 1 2 3 4 5، تمام، ادي الست عناصر. الست عناصر دول عندي 0 1 3 و 4، دول اللي هم المعاملات. العنصر رقم 0 اللي هو معامل اول معامل للاكس، والاكس الثانيه العنصر رقم 3. يعني مثلا ادي الاكس وادي الواي، تمام، وادي اكس تانية وادي واي تانية، تمام. انا خدتهم كلهم خزنتهم في مصفوفة واحدة براحتي، ما حدش لحاجة عندي، خدت كله وحطيته في مصفوفة واحدة، تمام. العنصر الاليمنت رقم 0 اللي هو ده، الاليمنت رقم 1 اللي هو ده، الاليمنت رقم 2 اللي هو ده، جميل. رقم 3 ده، رقم 4 ده، ورقم 5 ده، حلو جدا. انا هعمل ايه؟ اول حاجة هحسب الدي، تمام. هتعمل ايه؟ الدي ده عبارة عن ايه؟ مش عبارة عن المعاملات المصفوفة من المعاملات ديت وتفكها، اللي هو اللي هما دول 0 في الاربعة ناقص الواحد في التلاتة، صح كده ولا ايه؟ اهو 0 الليمت رقم 0 في الاربعة ناقص الاليمنت رقم 1 في التلاتة، خلاص حسبت الدي، شكرا. بعد كده هحسب الايه الدي اكس. طيب دي عبارة عن ايه؟ مش عبارة عن ان انت بتشيل الصف دوت، تمام، وتاخد العمود ده تحطه مكانه، صح؟ مش ده اللي احنا بنعمله؟ جميل.
يبقى انا هنا الاليمنت لما تيجي تحط ده هنا تمام، هيبقى عندك الاليمنت رقم 2 بقى مكان الزيرو تمام، والاليمنت رقم 5 بقى مكان التلاتة. فلما تيجي تفك هتفك ازاي؟ يبقى عندك الاليمنت رقم 2 اللي هو هنا في الاليمنت رقم 4 ناقص الاليمنت رقم 1 في الاليمنت رقم 5 صح؟ اهو الاليمنت رقم 2 في الاليمنت رقم 4 ناقص الاليمنت رقم 1 في الاليمنت رقم 5. جميل. بعد كده هاجي هشيل الواي، عايز احسب الدي واي. هشيل الواي واسيب الاكس، اللي هيحصل معايا ايه؟ يبقى عندك الاليمنت رقم 0 في الاليمنت رقم 5 ناقص الاليمنت رقم 2 في الاليمنت رقم 3 اهو، 0 في الخمسة والاثنين في الثلاثة. شكرا، حسبت الدي والدي اكس والدي واي. طب ايه الخطوة دي؟ بص ممكن تعملها اف الس براحتك يعني، مش هنختلف. انا قلت اعملها سويتش احسن لي يعني. سويتش على ايه؟ الفاليو رقم 0. يعني ايه 0؟ يعني ايه الدي بزيرو اصلا؟ الحتة دي معلش ما اتكلمتش عنها. لو انت عندك هنا المعامل مثلا وليكن واحد، وهنا المعامل وليكن واحد، هنا مثلا عندك اتنين وهنا اتنين، جميل، جيت قلت لي هنا سبعة وهنا مش عارف عشرة، أي حاجة كده، أي بتنجان تمام. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ إن مش ده كده صف تمام، واللي تحتيه ده كمان صف، مش ما حابب حوار صف ومش عارف ايه، بلاش صف وصف، عمود وعمود تمام، وعمود اهو. قواعد المصفوفات، صفين شبه بعض المصفوفة بزيرو، المحددة بزيرو، اسف محددة مش مصفوفة، محددة بزيرو. طب عمودين شبه بعض المحددة بزيرو برضو، هتقول لي ليه؟ هقول لك فك واحد في اتنين ناقص اتنين في واحد، هي هي. جميل. فلما تطلع معاك بزيرو خلاص، يعني انت عندك الدي بزيرو تمام. انا بقسم دي اكس على الدي تمام عشان اجيب الاكس تمام كده، الاكس هتطلع لي بايه؟ حاجة على زيرو. يعني حاجة على زيرو؟ يعني ما لا نهاية. طب الحاجة دي سالب، يبقى سالب ما لا نهاية تمام. عشان كده الآلة بتطلع لك ماس ايرو على الآلة، لو جيت دخلتهم كده معاك، لو معاك آلة حاسبة هتطلع لك ماس ايرو تمام. فأنا هنا بديله إيه؟ ماس ايرو. لو طلعت لي بزيرو مش هحسب حاجة، ماس ايرو على طول خلاص. طيب ما طلعتليش بزيرو، طلعت لي بأي قيمة تانية، خلاص هحسب بقى، هحسب الإيه؟ الدي واي على الدي، أطلع القيمة بتاعت الإكس بتاعت الواي، والدي إكس على الدي، أطلع القيمة بتاعت الإيه؟ بتاعت الإكس. حلو. لاحظ هنا الترتيب، أنا مرتب دي واي، حط جايب الواي الأول قبل الإكس، هقول لك ليه دلوقتي. يبقى الحتة دي ما أعتقدش فيها أي مشكلة، التكست الليبل اللي هنا، لا استنى ده مش ليبل، ده تكست بوكس اهو، تكست بوكس اللي هنا والتكست بوكس اللي هنا اهو اللي تحت بعض دول، هما دول تمام. هحط فيهم ايه؟ القيم دي بس، ما فيش فيها اي حاجه. طيب إلس، يعني ايه إلس بقى هنا؟ مقصود بها ايه؟ إلس ان ديت مطلعه لك ايه؟ فولس تمام، يعني في عندك خانه من دول مش رقم، او فيها غلط، او كتب فيها حاجه غلط تمام. هتطلع لك سينتاكس ايرور، لما انت بتيجي يطلع لك سينتاكس ايرور على الايرور، معناه ان انت كاتب غلط على، يعني انت كاتب الحاجه غلط، سايب نسيت قوس نسيت مش عارف ايه كده، فبيطلع لك سينتاكس ايرور تمام. طيب تعالى بقى اقول لك ليه احنا حاطط دول بالترتيب، الواي الاول قبل الاكس. بص يا سيدي، انا دلوقتي عايز ايه؟ عندي مشكله خطيره. ايه بقى المشكله دي؟ مش انت سايب التكست بوكس دوت هنا والتكست بوكس دول هنا، بص الحجم بتاعهم عامل ازاي؟ طب لو طلع لك رقم صغير خلاص مفيش مشكلة، بس لو طلع لي رقم كبير، رقم بقى ايه؟ وصل لحد هنا مثلا، لا ده مش وصل لحد، ده وصل لحد هنا، لا دي مصيبة. طيب ليه؟ لأن الفورم مش هتكبر تمام، الفورم انت مش قايل للفورم ان هي تكبر، وحتى لو خليت الفورم تكبر التكست بوكس ذات نفسه مش هيكبر تمام. فانا لا، انا عايز اكبر التكست بوكس على ايه؟ بحيث ان هو يناسب التكست اللي جواه، واكبر الفورم على اساسه. وطبعا بما ان حاطط دوت الانكر بتاعه بوتوم رايت تمام،
فلما الفورم هتكبر دوت هيروح مع الفورم، لما الفورم هتظهر هيمشي مع الفورم. فانت مش قلقان على دوت، انت قلقان على الفورم. و ايوه يا عم بلدي. انت قلقان على الفورم وقلقان على التكست بوكس دول. طيب عشان احل الموضوع دوت، في ايفنت جميل جدا اسمه تكست تشينج، انا بستخدمه في معظم الاوقات مع الليبل او مع التكست بوكس. الايفنت دوت جميل جدا، بستخدمه في حوار الداتا فاليديشن، لو مثلا كل ما تكتب حرف فالتكست يتغير، اشوف مثلا الحرف اللي انت مدخله دوت هل رقم، لو مش رقم تمام همسحه لك، هخليك التكست بوكس فاضي كانك ما كتبتش حاجه اصلا. تمام، الموضوع ده جامد جدا في الداتا فاليديشن، كنت بستخدمه عشان اخلي اليوزر اجبره ان هو يدخل ارقام ما يدخلش اي حاجه تانية، مش بس كده اجبره ان هو يدخل ارقام صحيحه مش كسريه وحاجات تانية يعني، بعرفها لكم بعدين. طيب استخدمت الايفنت هنا تمام، رحت على الايفنت وتكست تشين جميل، استخدمته على الاكس مثلا يعني. طيب هنا هتيجي تغير قيمة الاكس، حلو، هيروح على ايه؟ هيروح على الايفنت تمام، التكست اتغير. هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عايز احسب التكست بوكس دوت حجمه المفروض يبقى قد ايه. عشان تيجي تحسبه تمام لازم تستخدم حاجة اسمها تكست ريندر. في طريقة تانية باستخدام الكلاس اللي هو الجرافيكس تمام، تاخد ايه دوت جرافيكس مش عارف ايه حاجة زي كده، بس الطريقة دي مش الطريقة مش عملية، بيجي يقول لك انا ما برضاش اشتغل في ايفنت من نوع تكست تشينج مثلا، ده اللي انا فاكره كان ايرور طالع معايا فيها. عامة رجعت للاساس اللي هو تكست ريندر، تلاقي فيه الطريقة بتاعت ميجر تكست، الطريقة ديت جميلة جدا. الطريقة ديت بتقول له دخل لي التكست اللي انت عايزه تمام، وادي لي الفونت اللي انت مستخدمه شكرا، تدي له الاثنين دول يحسب لك المفروض السايز بتاعك يكون قد ايه. تمام، ده اللي انت عايز تعرف التكست بوكس دوت المفروض السايز بتاعه يبقى قد ايه. ليه؟ لان التكست زي ما قلت هيبقى كبير، بس التكست بوكس هيبقى صغير، فانت هتقعد تمشي جوه التكست بوكس دوت، فمش حاجه عمليه. لا انا عايز التكست بوكس دوت يكبر يوصل لحد هنا مثلا او لحد هنا على حسب التكست. فهنا بديله التكست اللي انا مستخدمه، وهو بالتالي التكست بتاع التكست بوكس تمام، والفونت اللي انا مستخدمه اللي هو الفونت برضو بتاع التكست بوكس، فهديك السايز الجديد، فهيديك سايز جديد. السايز دوت هتخزنه في ايه؟ في التكست بوكس. الموضوع بسيط جدا. هنيجي هنا نفس الكلام على الواي. طيب برضو انت ما قلتليش ليه انت حاطط الواي قبل الاكس؟ ما هو انت لما بيجي الايفنت دوت يحصل تمام، الواي والاكس بيتغيروا مع بعض جميل. طيب لما انت هتيجي تعمل ايفنت للاكس مثلا ان التكست اتغير، فهو هيدخل جوه عشان يحسب التكست بتاع الاكس. طب الواي، طب ما هو الواي لسه ما اتغيرش. ما انت لو حطيت لو حطيت الاكس قبل الواي تمام، هيبقى الواي لسه ما اتغيرش. طب هيحسبه على اساس ايه؟ ما هو لسه ما اتغيرش، هو هيحسبه مثلا على حسبته اللي هو الواي العادي، فما فيش حاجه، ما استفدتش حاجه برضو تمام، لان الواي لسه ما اتغيرش. هيجي يدخل على اللاين اللي بعديها اللي هو الواي مثلا يكون تحت هنا تمام. تعالى اوريها لكم كده. اوريكم بس ثانية انا عاوز اشوف ايه. طيب هنا انت مثلا حاطط الاكس والواي، حلو، قلت الاكس الاول، هيجي هنا على الايفنت عشان ينفذه، فهيعمل الاكس وهيعمل الواي. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الواي التكست بتاعها اتغير اصلا؟ لسه ما اتغيرش. ليه؟ اهو هيتغير بعد الاكس، يبقى بعد ما يخلص الايفنت هيجي يكتشف هنا ان الواي لسه ما اتغيرتش، يبقى انت ما استفدتش حاجه من اللاين دوت، ما استفدتش منه اي حاجه. تقول طب انت بتعمله ليه اصلا؟ ما هو نفس الفكره برضو، ان الواي هيتغير وهيكبر او هيصغر، فانا عايز احسب له الحجم الجديد تمام. عشان كده انا حاطط الايه الواي قبل الاكس، بحيث لما الاكس يجي ينفذ الايفنت يبقى اوريدي الواي متغير والاكس كمان متغير، فيحسب الايه، فيحسب الاثنين دول مع بعض، يبقى الاثنين اوريدي متغيرين تمام. دي فكره الايه، مفيش حاجه عشوائيه كده انا عاملها عشان بس تبقى فاهم، مفيش حاجه عشوائيه بتتعمل كده في البرمجه، كل حاجه لازم تبقى فاهم انا حاطط ده والترتيب دوت ليه والكلام دوت.
تمام؟ الترتيب بيفرق معاك ساعات، بيفرق معاك فرق رهيب جدا. طيب خلاص عرفنا كل دوت جه منين وايه فايدته. نيجي بقى نشوف بقى هنا الفورم. طب الفورم هتكبر، حلو جدا، على اساس ايه؟ لو التكست بوكس دوت كبر 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 لحد ما وصل مثلا هنا، تمام، قبل مثلا قبل الزرار، الزرار اهو، تمام، التكست بوكس دوت فضل يكبر لحد مثلا، تمام، بص فضل يكبر يكبر لحد ما وصل هنا، تمام، ما فيش مشكلة، لازق في الزرار عادي. طب لو كبر وصل هنا، لا ده تعدى الزرار، هيبقى ظاهر، هيبقى ظاهر فوق الزرار، عشان انا حاطط الترتيب الزرار حاطه قبل التكست بوكس، تمام، بما انك حاطط الزرار قبل التكست بوكس فالترتيب بتاعه في العناصر بتاعة الفورم ان التكست بوكس يبقى ايه فوق الزرار، ما علينا يعني. فهتلاقي الكلام مكتوب فوق التكست، محطوط فوق البوتن، تمام، هتلاقي الموضوع ده مش منطقي. طب ايه يا عم، ايه يعني، تمام. ففي الحالات ديت انا عايز اعرف ايه، انا عايز اعرف لما الزرار يوصل هنا، تمام، المسافة اللي هو معدي بيها الزرار، تمام. مثال لو التكست بوكس وصل لحد هنا مثلا، لحد النقطة دي كده، تمام، الحتة بقى من النقطة دي لحد النقطة دي قد ايه؟ طب لو وصل لحد هنا مثلا، الحتة دي من اول هنا لحد هنا قد ايه؟ وهكذا، تمام. هاخد بقى الحتة ديت وازودها، او ازود ايه عرض الفورم بيها، بحيث الفورم الجديدة هعمل لكم الكلام دوت رسم، هحاول بس ايه اوضحه رسم، مع ان انا مش شاطر اوي في الرسم يعني. طيب ادي الفورم وادي التكست بوكس اهو، وادي عمك الزرار اهو. انا عايز اعرف ايه، اغير اللون ده، هيجي يتمد هيبقى ازاي؟ هيبقى كده مثلا، جميل. الحتة بقى اللي هو اتمدها دي، الحتة دي، تمام، قد ايه؟ عرفتها. بعد ما تعرفها هتعمل ايه؟ ما هو انت عايز بقى تزحزح الزرار دوت كده تجيبه يمين شوية، فهتاخد الحتة دي، تمام، تزودها على الفورم، فهتلاقي الزرار دوت اتزحزح معاك بقى هنا، تمام. نجيب بقى الريزور ديت ونمسح، اخد بالك معايا كده. طيب نرجع تاني السيستم اهو، بص كده حليت بقى المشكلة، صح، حركت الفورم والزرار لازق في الفورم، معمول له انكر فهيتحرك، هتبقى عند ايه؟ للفورم. يبقى الحته اللي هو التكست بوكس زادها عن الزرار، انا زودت بها الفورم. ده فكره الالجوريزم دوت، ده فكرته باختصار. طيب يبقى انا عشان اعرف النقطه دي، النقطه دي، شايف النقطه دي كده، انا عايز اعرف النقطه دي او دي، براحتك يعني اللي رايحك منه. طب انا اخدت ديت ليه؟ اخدت ديت لان انت في عندك بروبرتي تواجدها تقريبا مع كل الكنترولز، تمام. البروبرتي ديت بتجيب لك النقطه دي بتاعت كل كنترول، النقطه دي ودي ودي والنقطه دي برضو بتاعت الزرار، بتجيبها لك، تمام. هتجمع عليها، تجمع على الاكس بتاعها، تمام، الويدث بتاع الكنترول بتاعك اللي هو هيبقى ايه، هيبقى الويدث الجديد اهو، الويدز جديد. يبقى اخدت الاكس اللي هو بدايه الكنترول، تمام، جبته باللوكيشن، جبته باللوكيشن دوت اكس، بعد كده جمعت عليه الويدز الجديد اللي هو انا جبته من هنا، تمام. طب استفدت ايه؟ استفدت ان انا جبت النقطه دي، تعال ايه، استفدت ان انا جبت النقطه دي، تمام، اهي جبت النقطة دي، حلو. بعد ما جبت النقطة ديت هشوف بقى النقطة دي، لو النقطة دي معدية النقطة دي
يبقى الكنترول ديت معديه الكنترول دي، هبتدي انفذ اللوجيك بتاعي اهو هنا، لو لقيتها معديه اللوكيشن دوت اكس بتاع البوتن تمام، يبقى كده دي مشكله لازم اكبر الفورم. طيب او التكست بوكس التاني يبقى نفس اللي انا كاتبه هنا، اعمله بس عليه على التكست بوكس التاني اللي هو بتاع الواي تمام، نفس الكلام هو هو بالظبط. هنا حاطط اور لو ليه دي او دي. طيب خلصنا من الكونديشن، نبتدي نشوف هنعمل ايه. طيب مبدئيا كده المنطق بيقول ان انت تكبر على اساس اكبر تكست بوكس عندك، صح؟ ده المنطق بيقول كده. يعني ايه؟ يعني التكست بوكس الاولاني اللي هو دوت تمام، لقيته اكبر من التكست بوكس التاني. التكست بوكس التاني وليكن لحد هنا مثلا، وصل لحد هنا تمام، والتاني اكبر منه، فانا هستخدم دوت تمام، الحته اللي هي الزياده ما بين دوت ما بين الزرار عشان اكبر بقى الفورم. ما فيش اي معنى يخليني استخدم التكست بوكس دوت اللي هو الصغير، وهنا ده اللي انا بعمله اهو. هنا انا عرفت مين فيهم الكبير اهو، شفت الويدز بتاع التكست بوكس بتاع الاكس هل هو اكبر من او بيساوي التكست بوكس بتاع الواي. لو ده حصل يبقى انا هستخدم التكست بوكس بتاع الاكس عشان احسب منه الزياده ما بينه وبين الايه الزرار. جميل، هتلاحظ بعد كده هضيفها على ايه الخطوه ديت اللي هي ايه، بتضيف على بتعمل انكرومنت على الويدز بتاع بتاع الفورم تمام. ممكن تقسمها على خطوتين اللي هو يعني تحسب دول تمام، وتاخدهم تجمعهم على الويدز. يعني ممكن اشيل دي تمام، احط هنا this dot width. this ديت بتريفير لل اهو، نفس الكلام تمام. انا بختصرها يعني ايه، مع الوقت هتلاقي نفسك بتستخدم اختصارات كتير. طيب زد، طيب هتقول لي التلاته دي بقى كل ده انا فهمته، بس التلاته دي جت منين؟ هنا بقى تقف شويه تفهم الحته دي كويس. الخصائص بيبقى عندك فيها حاجه، احنا واقفين على ايه؟ طيب خصائص بيبقى عندك فيها حاجه اسمها الميرج، وعندك حاجه اسمها البادنج، وعندك حاجه البادنج دوت بتلاقيه في الصور تمام، ففكك منه. وين عندك حاجه اسمها الميرج المحاذاه، خد لي ثلاثة ما بينه وما بين الكنترول اللي على يمينه، وثلاثة ما بين الكنترول اللي تحتيه، وثلاثة ما بين الكنترول اللي على شماله، وثلاثة ما بين الكنترول اللي فوقيه. هتقول لي الكنترول اللي على يمينه مفيش مشكلة، الأنكور ظابط الدنيا، مش شاغل بالي، صح؟ هتقول لي الكنترول اللي على يمينه الأنكور ظابط الدنيا وأنا مش شاغل بالي بحاجة، فالمشكلة بقى هلاقيها فين؟ صح، المشكلة هتلاقيها فين؟ مشكلة هتلاقيها مع كنترول اللي على شماله. ليه؟ هنا انت حاطط انكر، فالانكر بيظبط لك الاحداثيات ويظبط لك كل حاجة، ما بتشغلش بالك. لكن هنا ده بيكبر وده ما فيش اي علاقة ما بينه وما بين ده تمام، فلازم اعمل له علاقة كاستم. العلاقة الكاستم اللي انا اعملها له ان انا اكبر الفورم، والفورم هتشد الزرار معاها، وبالتالي دوت هيكبر براحته تمام. بس هلاحظ مشكلة، ايه هي المشكلة؟ ان في عندي التلاتة بيكسل تمام، اللي هما المفروض ما بين ده وده، لازم احطهم هنا. يبقى التلاتة دي جت منين؟ التلاتة دي جت بسبب immersion تمام، جت بسبب immersion دوت اهو، جت بسبب immersion تمام. لو انت مخلي immersion زيرو يبقى التلاتة دي هتشيلها، هتحط زيرو، ملهاش اي تلاتين لازمة. طيب بالمثل برضو لو لقيت بقى ان لا الكونديشن دوت فولس، ده بتاع الواي التكست بوكس بتاع الواي هو اللي اكبر من التكست بوكس بتاع الاكس، نفس الكلام اللي انا كاتبه هنا هكتبه هنا، بس هخليه للواي وهجمع برضو التلاته. لا ده انا من الاول لقيت ان العكس اللي حصل. ايه العكس اللي حصل؟ لقيت ان البوتون ذات نفسه اكبر من الاحداثيات بتاعته، اكبر من الاحداثيات بتاعت النقطة دي. يعني النقطة دي اكبر من احداثيات النقطة دي تمام، اللي هو الكونديشن زي كده مثلا. جيت دوست على الزرار تاني عشان يحسب، فلقيت ان لا البوتن هيبقى هنا مثلا، وده هيبقى هنا او هيبقى هنا
او هتبقى هنا، النقطة دي هتبقى هنا مثلا يعني. تمام، اتصرف ازاي؟ اتصرف هنا، هيبتدي يعمل ايه؟ هيبتدي برضو يشوف مين اكبر تكست بوكس عشان يشتغل عليه. تمام، هيشوف مين اكبر في دول ويشتغل عليه، لو ليه الاكس اكبر هيشتغل. هيعمل ايه بقى هنا؟ هنا هيطرح، هيطرح هيطرح. تمام، الاول كنت بجمع الفورم، لا هنا ده انا عايز اكمش الفورم، عايز اصغرها. طب اعمل ايه؟ هطرح. طب حلو، هتطرح ايه بقى؟ خلي بالك هنا بقى من الترتيب، هنا البوتون كان الاحداث بتاعه اصغر، فكنت بحط الاشاره السالب قبليه، الاشاره السالب جنبه. تمام، هنا بقى لا، البوتون هو الاحداث بتاعه اكبر، فهحط الاشاره السالب جنب الاحداث اللي اصغر، اللي هو الاحداث بتاع النقطه دي. تمام، اللي هو هنا. لو جيت عكست هتقول لي مش هتفرق، ما هو هيطرق. لا هتفرق، لان الاشاره هتطلع سالب، سالب في سالب، سالب يبقى عندك ناقص ناقص ناقص، تديك موجب، يعني هتجمع في الاخر، هتجمع الودز. تمام، الكلام ده احنا مش عايزينه، فلازم ترتب صح. حلو، يبقى هنا هطرح، هتقول لي والتلاتة؟ التلاتة مش داخلة معاك في الحسبة هنا، التلاتة مش داخلة معاك في الحسبة طالما انت بتصغر. ليه؟ اللي زي ما قلت التلاتة بتعمل لك مشكلة هنا، طول ما دوت معدي ده كده، فالتلاتة عامل لك مشكلة، لأن أنت عايز ترجع ده اللي هو ده هنا مثلا. لا ده أنا عايز أرجعه أخليه هنا. تمام، أسيب مسافة تلاتة، عشان كده أنا جامع تلاتة بره، فأنا عايز أسيب مسافة التلاتة دي. تمام، لكن هنا لما باجي اطرح هو اوريدي بعيد عن دوت، بعيد عنه. تمام، فانا مش محتاج التلاته، مش محتاجها ليه؟ لان انت عندك الانكور اوريدي هو متعامل مع موضوع التلاته اللي موجوده هنا، مش في تلاته فرق هنا، الانكور بيتعامل معاها، مش بتاثر معاك في حاجه. تمام، عشان تيجي تطرح تلاته هنا، عشان كده ما بتطرحش تلاته. طيب، طب افرض مثلا كانت المسافه اللي انت خليت الفورم عليها، مش انت انا هتنقص من الفورم، افرض بعد ما جيت نقصت لقيت ان الفورم بقت اصغر من الحجم ده، لو اصغر هتبقى مشكله. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان الفورم في الحاله ديت حضرتك هتاخد بالك من الفورم، هتقطع دول، هتبقى مثلا الفورم تنتهي لحد هنا، فدي مشكله، الحاجات دي هتختفي، ممكن توصل لحد هنا، الحاجات دي برضه هتختفي، تلاقي الزرار ذات نفسه لزق في التكست بوكس، تحصل معاك مشاكل. طب عشان تعمل كده بترجع الفورم على الانيشال فاليو بتاعتها، الانيشال هنا 334. هنشوف 304 او الويدز بتاع الفورم 334، فلو لقيت الفورم اقل من 334 اللي هو اقل من الديزاين دوت هخليها عليه 334، بس ده اخر اخر خطوه احنا بنيجي نعملها يعني. تمام، طبعا مش محتاج اعمل else ديت، لان else هحط له فيها ان هو ما يعملش حاجه، ملهاش لازمه. تمام، ده بالنسبه لايه؟ لكل حاجه احنا كتبناها هنا. يبقى ده الجوريزم هيخليك تكبر وتصغر على اساس تكست بوكس. الحاجات اللي المفروض طلعت بيها من الدرس دوت هي التكست ريندر. تمام، ازاي بتحسب الحجم التكست بوكس، او بتحسب حجم نص معين، يعني هو يديك الحجم بتاعه بالبيكسلز. تمام، وازاي ان انا هكبر واصغر على اساس ايه؟ الحوار دوت هتستخدمه كتير جدا لو انت عامل مثلا حاجه جرافيكس، مثلا قائمه زي كده. تمام، فيها زرار، الكلام ده انا عامله قبل كده. تمام، الزرار ده انا باجي ادوس عليه، بعد ما بدوس عليه بتكبر، بتتمد مثلا كده. تمام، فبتقعد بقى تحسب الاحداثيات بتاعت النقطة ديت، والنقطة دي هتتحرك تروح لحد هنا وهكذا. طب هتيجي تدوس على الزرار تاني هترجع لك لحد هنا. تمام، فبتقعد تحسب الكلام دوت كده، ايه، ورقة وقلم، وتطبقه بعد كده الكود. انا بعمل، انا عملت ورقة وقلم برضو في الحتة ديت، وبعد كده حولتها الكود. طيب، ومفروض تكون طلعت الموضوع تراي بارس، لازم تستخدمها لو انت كنت بتعلم فيرجن قديم من اللغة. تمام، وايه الاول حاجة كمان ممكن تكون عايز تسأل عنها، وهي ليه انت استخدمت ديسيمال وانت عندك انت وعندك فلوت وعندك دبل وعندك حاجات تانية؟ الآلة بصراحة بتطلع لك أرقام كتيرة، بما إن الآلة اللي أنا بستخدمها اللي هي الكاش 991 ديت بتطلع لي أرقام كتيرة كده،
فمعنى كده ان الاله بتستخدم الديسمال اللي هو اكبر حاجه عندك 128 بت، يعني اللي هو ما فيش اكبر من كده، تمام؟ فالاله بتستخدم الديسمال، فانا استخدمت الديسمال انا كمان. مش على طول بنستخدم ديسمال، ساعات بنحتاج ارقام صحيحه فبستخدم ايه انت، تمام؟ لكن هنا انا محتاج ارقام كسريه عادي. انت لما تيجي تستخدم الحل المعادلات على الاله بتطلع لك معادلات كسريه او معادلات صحيحه، ما بتفرقش، تمام؟ يبقى ده اول شرح شرحنا فيه حل معادلتين في مجهولين، تمام؟ نجرب البرنامج اهو. اهو زي ما انت شايف. في حاجة نسيت اقولها هنا، عارف الواحد بينسى كتير اليوم دول. هنا الفورم طبعا ما لعبتش في حاجة فيها ما عدا بس البوردر بتاعها. لوتس هذا انا مخليه فولس، تمام. وهنا ايه تاني؟ في حاجة انا كنت اعملها، فيكسد 3D، تمام. هي المفروض بتبقى على سايزابل، اللي هي قابلة للتكبير يعني والتصغير، تمام. فانا بخليها فيكسد 3D كمان. وايه تاني؟ بس كده تقريبا، مش حاجة تانية عملتها. حطيت أيقونة، تقريبا حطيت أيقونة، أيقونة اللي لقيتها حطيت أيقونة وكتبت، بس ايه نسيت اكتب حتى اسم الفايل، تمام. حطيت أيقونة، وطبعا هتكتب بقى ايه التكست اللي هو محمول هنا تغيره يعني. هنجرب البرنامج طبعا، عاملها بحيث ان هي ما تكبرش، مفيش داعي ان هي تكبر، مش محتاجينها ان هي تكبر، هي تكبر مع نفسها. دخل هنا اي ارقام، 6 اي حاجة كده، سولف هتحل اهو، تكبر عادي مفيش اي مشكلة. اهو بص المسافة قد ايه، دي التلاتة اللي انا ضايفها، الحتة دي بسبب التلاتة اللي انا ضايفها. لو شلتها هتلاقي ده يا اما لازق هنا يا اما ده معدي. طيب لو جيت مثلا وشيلت رقم من هنا، بص تتغير معاك على اساس اكبر تكست بوكس. شايف انا مختار تكست بوكس ليه؟ بص مختار تكست بوكس اهو بسبب كده، ان انا اقدر احدد واعمل كوبي اهو، سيلكت اول اهو كوبي، وتعيش حياتك خالص مش اي مشكله. الليبل مفيش عليه الكلام دوت. طيب اقدر هنا اخلي الارقام سوالب عادي خالص، تحط العلامه الماينس اللي بتبقى جنب الزيرو ديت، حطها عادي وتتغير معاك النواتج مفيش اي مشكله اهو، تمام. شايف فرق الثلاثه اللي انا حاطه؟ طيب اشيل مثلا ده، عايز بس اصغرها لك بس ان انت تشوف الفرق كده لما تظهر. برضو شيل الزيرو. بص لما جت صغرت، هي لما جت صغرت عشان تبقى بس فاهم الحته دي، هي صغرت عن كده يعني، مثلا دي فضلت مسحوبه لحد تقريبا هنا، فهتلاقي كل الحاجات دي اتشالت، مش ما اتشالتش، الفورم ما بقتش عرضها، تمام. عشان كده عملت الحته الاخيره اللي هي لو ليه الحجم بتاع الفورم صغر عن الحجم اللي هو الاوريجينال بتاعها دوت، يعمل ايه؟ يخليها على الحجم الايه الاوريجينال بتاعها، او الحجم الانيشال اللي احنا كنا حاطينه، تمام. ان شاء الله هنزل فيديو تاني لحل 3 معادلات في 3 مجاهيل، وممكن ما انزلش بقى فيديو رابع بصراحه يعني، او ادور بقى على حاجه تانية مثلا امبلمنتيشن لتبادل التوافيق، المضروب الرقم، الحاجات دي. احاول بس ان احنا نجمع دروس كده، في ممكن بعد كده نجمعهم في مكتبه واحده، تمام. تبقى مكتبة ماس، لأن زي ما قلت مش لاقي في السي شارب بصراحة، مكتبة الماس بتاعتها تعبانة وحاجة يعني مقرفة بصراحة يعني، تمام. ده كان الفيديو بتاع النهاردة.